الجديد في هاد رمضان كاين مشاركه متواضعه شويه، لان يلا كاين واحد لو تيلي فيلم وكاين واحد دوز ايميسيون، قول تروازي ميسيون اللي كاينين في دوزام ديال المشاركه اللي كاينه لحد الان غتكون في رمضان. هي كان ممكن تكون مشاركه اقوى، ولكن لا اله الا الله وصف. علاقتك بمراكش، سمعنا انك تستقر من حين لاخر في بلاصه مراكش. انا علاقتي بمراكش علاقه اي مواطن، كتعرف الميزه الخاصه ديال هذه المدينه الجميله مدينه مراكش، فالسحر ديالها راه كيسحر اي واحد، لان مدينه مراكش معروفه عالميا، وحنا كمغاربه تنعتزوا بها، لان مدينه جوها اخر، عالمها اخر، الطقس ديالها مغاير على المدن، على باقي المدن ديال المغرب، عندها امتيازات لان مدينه سياحيه، مدينه ما تقدرش تمل منها ثاني، كاينش الملل، كاين الفرجه، كاين على غرار اليوم يعني بالنهار وبالليل، ويعني مدينه فيها حركه شويه. والجانب المهم انا اللي تيعجبني بصراحه الله هو الطقس، الطقس ديال المدينه والطقس الجميل، مع الطقس الجاف جميل جدا صحي، هذا عامل مهم اللي خلاني انني ماشي مستقر، وانك خدينا واحد الدويره تما، واحد لابارتمون الوليدات راك عارف قضيه فاكونس وكذا، والدراري يجيو، وحتى حنا كتعرف حنا مع الضغط ومع لو ستريس ديال الفن ومع هذا كتمشي تسولاجا تما شويات، ديروا واحد فتره نقاها جميله جدا. ان في مدينه مراكش الجميله اللي كتستاهل.